اشتهرت قبيلة قريش بالتجارة صيفا إلى الشام وشتاء إلى اليمن، وقد نزلت سورة في القرآن ذكر الله فيها كيف أمنهم من خوف وسهل لهم الرزق عند إقامتهم في مكة أو عند سفرهم، وكيف أن الله ميز قريش بعدد من الصفات لم تكن عند غيرهم. سؤال الحلقة: ما اسم هذه السورة في القرآن؟